بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع زاي واو يا من سوريا. أخونا عرضنا له قضية في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل ويقول: كيف نستطيع تمييز الأحاديث الموضوعة من الأحاديث الصحيحة، وكيف نستطيع التمييز بين البدعة وما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وضحوا لنا هذه الأمور جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأحاديث الموضوعة انبرى لها الحفاظ من المحدثين وبينوها، وألفت فيها كتب، حشرت فيها وحوصرت فيها ولله الحمد، وهي كتب كثيرة جمعت فيها الأحاديث المكذوبة والموضوعة، مثل الموضوعات لابن الجوزي واللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لابن عفاف، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، والمنار المنيف في الحديث في الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام ابن القيم، ووضعوا ضوابط يعرف بها الحديث الموضوع من غيره في هذه الكتب وفي علوم الحديث. هناك كتب تسمى علوم الحديث أو أصول الحديث، وهي المصطلح مصطلح الحديث، وهو فن عظيم ألفت فيه كتب، يراجع إلى هذه الكتب. ومن لا يستطيع الرجوع إلى الكتب فإنه يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم عن الحديث هذا، هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا أشكل عليه حديث فإنه يسأل عنه أهل العلم، هل هو حديث صحيح أو غير صحيح، إذا كان هذا الحديث غير معزو إلى كتاب. أما إذا كان معزوا للكتب الصحيحة مثل صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، هذا لا يحتاج إلى سؤال. إذا كان متفقا عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم فهذا حديث صحيح. أما إذا كان في غير الأحاديث الصحيحة، غير الكتب، في غير الكتب التي تختص بالأحاديث الصحيحة، فإنه يسأل عنه، يسأل عنه أهل العلم وأهل الاقتصاص بهذا الأمر. نعم، بقية السؤال. وأما البدعة، وأما البدعة فضابطها معروفة لله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ضابط عظيم ومن جوامع الكلم التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة مردودة على صاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظ طالب العلم أن حديثا موضوعا ذكر بين الأحاديث الموضوعة، لكن فئة من العلماء اعترضت وقالت: لا، ليس هذا الحديث حديثا موضوعا، كيف يكون حال طالب العلم والحال ما ذكر الشيخ صالح؟ حاله أن يبحث في حجج الذين أخرجوه من الموضوعات، فإن تبين له وجاهة قولهم حمل به، وإلا اعتبره في الموضوعات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صلاة الأوابين بدعة، وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ صلاة الأوابين ليست بدعة، هي صلاة الضحى في آخر وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمل الفصال، يعني في آخر وقتها قبل وقوف الشمس في كبد السماء. هذه صلاة الأوابين التي صح فيها الحديث، فهي ليست بدعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد تفضلتم شيخ صالح زادكم الله من علمه وتوفيقه، وذكرتم أن هناك 5 من علماء المسلمين ألفوا في الأحاديث الموضوعة، هل تذكرون من العلماء من ألف في البدعة والسنة؟ نعم، الكتب
الكتب المؤلفة في البدعة والسنة كثيرة ولله الحمد، منها السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ الشقيري المصري رحمه الله ومن علماء أنصار السنة المحمدية في مصر، ومنها الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر. هذه كتب حديثة، وهناك كتب قديمة مثل البدع والنهي عنها للإمام بن وضاح، ومثل كتاب الطرطوشي في بيان البدع والنهي عنها، وهناك كتب كثيرة، وبالأخص في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، فإن فيه قواعد وضوابط تعرف فيها البدع من غيرها. وهناك رسائل وكتب كثيرة، إما في ضوابط البدعة وإما في بدع مفردة تكلم عليها أهل العلم بخصوصها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حديثا يذكر معناه صاحب هذه الرسالة فيقول: هل الحديث الذي يقول فيما معناه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يؤجر قارئ القرآن خيرا مما يؤجر من يسأل الله، هل هذا الحديث صحيح؟ معناه صحيح، ما شاء الله. من شغله القرآن عن السؤال أعطيته أفضل مما أعطي السائلين أو قريبا من هذا اللفظ. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها مستمعة للبرنامج تقول: مقيمة بالرياض ميم صاد ألف، تقول: امرأة زوجها أبوها برجل، ولكن عند العقد لم يأتي أحد ويسألها هل أنت موافقة أم لا، علما بأنها لم تقرأ أبدا، بأنها لم تقر أبدا بأنها موافقة على ذلك الرجل، وهي كانت صغيرة في السن، والرجل يكسر ما يكسر أو عبارة قريبة من هذا، ومضى على هذا الزواج سنتان، هل هذا العقد جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. للوالد أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف أو دون التمييز، له أن يزوجها إذا وجد لها رجلا كفؤا صالحا، وأما إذا كانت قد عقلت وأدركت فإنه لا بد من أخذ رأيها، لا بد من أخذ رأيها وموافقة، إذا كانت لها فكر ولها رأي فإنه لا بد من أخذ رأيها. فإن زوجها أبوها أو وليها من غير رضاها فإن العقد يكون صحيحا، لكن متوقفا على يتوقف إمضاؤه على اختياره، فلها الخيار، إن شاءت أقرت هذا العقد وإن شاءت فسخت، لها الخيار في ذلك لأجل إزالة الضرر عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب المانعة للعادة في شهر رمضان، لأن عادتها تستغرق 10 أيام وهذه أيام كثيرة في رمضان، فوجهوها جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها فلا بأس أن تأخذها لمنع نزول الحيض عنها مدة تستفيد منها في صيام رمضان وقيام رمضان، أو تستفيد منها في الحج والطواف بالبيت، لا مانع من ذلك إذا لم يكن في هذه الحبوب مضرة، وإنما هي تؤخر نزول الدم عنها إلى وقت آخر، ولكن تركها أفضل، تركها لا شك أنه أفضل وأحسن. جزاكم الله خيرا. أيضا هل يجوز للمرأة أن تأخذ المانع لتنظيم الحمل، لأن الأطفال يكثرون وبعضهم على بعض وتكثر شقاوتهم ويحتاجون إلى تربية؟ هذا لا يجوز إلا إذا كان في تتابع الحمل تضرر لها أو للأولاد، إذا كان في تتابع الحمل مضرة عليها أو على الأولاد فلا بأس أن تأخذ ما يؤجل الحمل حتى تفرغ من تربية هذا الولد وإرضاعه، أما إذا كانت الأمور مستقرة فإنه لا يجوز منع الحمل ولا تأخيره، لا يجوز هذا لأن الحمل مطلوب، فإذا كانت حالتها مستقرة ولا ضرر عليها ولا على أطفالها من تتابع الحمل فإنه لا يجوز أخذ المانع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألوا عن عدد من الرجال، هل هم من المحارم أو لا، وأولهم ابن أخ الزوج. ليس من المحارم، لا أخ الزوج ولا أبناؤه ليسوا محارم لها، أخ الزوج هذا أجنبي منها. نعم،
وأبناء أخ الزوج كذلك. من باب أولى. من باب أولى. إذن ليس بمحرم ولا يجوز الكشف عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوج بنت الأخ. كذلك. زوج بنت الأخ يعني لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها مع زوج بنت أخيها وإن كانت عمة لها. وإن كانت عمة لها. إنما المحرم هو الجمع بين المرأة وعمتها. وليس معنى ذلك أن العمة تكون محرما لزوج ابنة أخيها. زوج الأخت كذلك ليس من محارمها. زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته. نعم. وإن كانت تحرم يحرم عليه الجمع بين الأختين كما قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. فهي محرمة عليه ما دامت أختها في عصمته لكن ليس هو من محارمها. نعم. زوج الخالة كذلك من باب أولى. زوج الخالة ليس محرما لبنت أختها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المرأة إذا اغتسلت من الحيض وصلت وحصل كل شيء بعد الطهر وبعدها رجع الحيض ما الحكم فيما صلت؟ إذا كان هذا الذي رجع مجرد كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليه. بقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم رسالة من إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف فعين، تقول من المعروف أن الصلاة في السفر تقصر وتجمع سواء كان جمع تأخير أو تقديم، ولكن كنت أجهل أن الصلاة للمسافر لا تجمع إلا بعد الخروج من البلدة بحوالي 80 كيلو متر، وكنت أصلي في البيت قبل الخروج، فهل علي شيء؟ لا يجوز استعمال رخص السفر من جمع وقصر وإفطار في رمضان إلا بعد البروز من البلدة والسفور من البلدة. إذا فارق عامر قريته فإنه تبدأ رخص السفر. ومن وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ثم سافر بعد وجوبها عليه فإنه يصليها صلاة حضر يتمها ولا يجمعها مع ما بعدها، لأنها وجبت عليه تامة وهو في البلد فيؤديها تامة سواء صلاها في داخل البلد أو صلاها بعد ما خرج. تقول الحمد لله أصوم الاثنين والخميس وزوجي يعلم ذلك ولا يمانع من صيامي، ولكن أحيانا يتسبب في تفطيري، فهل يجب علي القضاء أم أقتصر على صيام الأيام البيض والعشر من ذي الحجة؟ تقول أصوم الاثنين والخميس وزوجي يعلم ذلك ولا يمانع من صيامي، ولكن أحيانا يتسبب في تفطيري، فهل أقتصر على صيام الأيام البيض والعشر من ذي الحجة أو بماذا توجهونني؟ وهل يجب علي أن أقضي ذلك اليوم الذي أفطرته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه صيام التطوع، أما صيام الفريضة فلا يمنعها منه، ولا يجوز له أن يفطرها. إذا صامت فريضة سواء أقداء أو قضاء فإنه لا يجوز له أن يفسد صيامها، لأنه صوم واجب. ومن دخل في فرض واجب ومن دخل في صوم واجب حرم قطعه كما نص على ذلك أهل العلم. طيب. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يستمر في الصيام ويجوز له أن صيام النافلة لا يلزم الإنسان أن يكمل اليوم، بل إذا رأى المصلحة في عدم الإكمال فإنه يفطر. ما شاء الله. وإذا أفطر فإنه لا يقضي لأنه ليس بواجب. إذا صامت المرأة متنفلة وزوجها يعلم بذلك إلا أنه تسبب في تفطيرها هل يكون آثما شيخ سادة؟ في النافلة لا يكون آثما. الحمد لله. وأما في الواجب فإنه يكون آثما. طيب. جزاكم الله خيرا. كيف يكون التعبد لله في نصف الليل غير الصلاة وعند الإطالة في الركوع والسجود؟ ماذا أقول غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؟ أرجو منكم إفادتي وتوضيح ذلك، وإن كان يوجد بعض الكتب في ذلك أرجو إرشادي إليه. جزاكم الله خيرا. تقول في الركوع والسجود بعد الإتيان بتسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر تسبيحات في الركوع والسجود، ثم بعد ذلك يدعو بعد الواحدة إذا اقتصر عليها أو الثلاث إذا اقتصر عليها أو العشر إذا اقتصر عليها، فإنه يدعو بما تيسر له
من الأدعية لأمور دينه وأمور دنيا، ويدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو بنصر الإسلام وعز الإسلام. فالمجال مفتوح للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الدعاء في السجود ورغب في الإكثار منه لأنه مظنة الإجابة كما قال صلى الله عليه وسلم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله فميم عين من منطقة مكة المكرمة، تقول: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. ما صحة هذا الحديث، ومن هم اللعانون الذين ذكرهم الرسول في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا. حديث صحيح. واللعانون الذين يكثرون من التلفظ باللعن، يلعنون، قد يلعنون أنفسهم، قد يلعنون إخوانهم المسلمين، وقد يلعنون دوابهم أو مراكبهم أو بيوتهم. فاللعان هو كثير اللعن، واللعن منهي عنه، هو كلمة سيئة وكلمة إثم، وقد يكون فيها عدوان على الناس الذين لا يستحقون اللعن، فهي كلمة خطرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، هل صحيح بأن ماريا القبطية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أم إبراهيم عليه السلام؟ ماريا القبطية سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، مملوكة تسرى بها صلى الله عليه وسلم، وليست من زوجاته، وإنما هي سرية، يعني مملوكة، وطئها النبي صلى الله عليه وسلم من ملك اليمين، وحملت بإبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو صغير، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز رفع البصر عند الدعاء؟ لم يرد في هذا شيء، وإنما الذي ورد رفع اليدين، الذي ورد رفع اليدين، وأما البصر فلا أعلم شيئا في مشروعية رفع، بل قد يكون محرما إذا كان الإنسان في الصلاة. إذا كان يدعو وهو في الصلاة فإنه يحرم رفع بصره إلى السماء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتغليظه في ذلك، قال: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لا ترجع إليهم، أو قال: لتقطفن أبصارهم. في الصلاة لا يجوز رفع البصر إلى السماء، وأما في خارج الصلاة إذا دعا فلا أعلم مشروعية ذلك، وإنما المشروع رفع اليدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل مقاطعة الجيران كمقاطعة ذوي الأرحام؟ مقاطعة الجيران محرمة، لأن الجيران لهم حق، ولكن حق ذوي الأرحام آكد، لأن حق ذوي الأرحام مقدم في الذكر على حق الجيران، فهم آكدوا حقا، فمقاطعتهم أشد إثما. ما حكم إذا رأى الإنسان في ثيابه نجاسة في صلاته وذلك قبل السلام؟ هل يترك الصلاة في هذه الحالة؟ ماذا يفعل؟ إن استطاع أن يتخلص من الملبس الذي فيه نجاسة ويواصل صلاته فإنه يفعل ذلك ولا يخرج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة، لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى. أما إذا لم يستطع التخلص من اللباس الذي فيه نجاسة فإنه يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.